مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل وصفات يعني يتمنى تنول إعجاب حضراتكم، هي بناء على طلب حضراتكم منهم. وصفة جميلة جدا كلنا بنحبها، هنعملها كده بتكنيك مختلف، وكمان هنعمل وصفة بناء على طلب مدام منال النهاردة. أتمنى يا رب تنول إعجاب حضرتك. اسمحوا لنا بقى دلوقتي تنطلق صفارة الحكم ونبدأ مع بعض الشوط الأول، ونقول مقادير أول وصفة معانا النهاردة. معانا السمك البلطي المقلي. طيب عندنا سمك بلطي طبعا طازة، وعندنا توم مفروم، خل، عصير ليمون، بهارات سمك، عندي كمان نص معلقة من الكاري دي يعني هدعم بيها الدقيق مع بهارات السمك، عندي كمون وعندي كزبرة جافة، ملح، معلقتين من النشا، دقيق طبعا، فلفل قرون لو فيها هريسة مكان الفلفل مفيش مشكلة، ده حسب الرغبة لو حابين في حاجة حارة، لكن لو مش عايزين فلفل قرون نحط فلفل رومي. عندي طبعا زيت غزير للقلي. احنا هنتكلم الأول ان احنا لازم نجيب السمك. السمك لازم يكون فريش وطازة، وطبعا البلطي يعني جميل جدا، هنقي بولتي يكون كويس علشان كمان يبقى الحجم بتاعه ينفع يستوي في البيت. مهم قوي انه في ناس ما بتحبش تقلي في البيت فتجيبه من بره، بس احنا مع فكرة انه يبقى الزيت بتاعنا نظيف واحنا نقلي حاجتنا في البيت وتبقى جميلة. خلينا نقول اول حاجة لازم السمك كده يكون طازة وجميل. بصوا من جوه بيبقى نظيف ازاي، منظفينه من جوه هنا خالص، الفقرات دي السلسلة بتاعته نظيفة خالص ومشطوفة كويس جدا. مرة بقى نعمل نوع سمك تاني وافتحه مع حضراتكم من الأول وننظفه، بس استحملوني بقى، احنا ما نحبش نعمل حاجات دي على الهوا، بس في ناس كتير بتحب تشوفها. هو سهل وبسيط. احنا أول حاجة بنقص لو عندنا المقص الزعانف بتاعته، الديل في ناس بتقصه شوية تهذبه، تهذبه شوية تقصقصه منه حتة يعني، لكن في ناس بتحب تسيبه. وبعدين بندخل نفتح من أول هنا لحد فوق، بننظف بقى، بنشيل خالص تحت الراس، كل ده بيتشال كله بيطلع، وكل اللي جوه قلب بطن السمكه نشطف كويس جدا جدا تحت الميه الجاريه، بيبقى رائع. السمك ما يتنقعش في ميه وخل، يتنقع في ميه وممكن عصير ليمونه وشويه دقيق بالميه بتاعتهم، لو انتوا حابين يعني تغسلوه غسله حلوه كده ويبقى جميل ونطلع منه لو في اي ريحه ولا حاجه، بس طبعا السمك لو طازه ما بيبقالوش ريحه، واحنا في محلات اسماك كبيره بندخل فيها الاهم انكم ما تشموش ريحه السمك، ده مهم جدا، بيعلم العلامه دي جدا. طيب هنبدا نقول بسم الله. انا هاخد الخلطه بتاعتي المتواضعه دي هضربها في الخلاط، لان انا بقول ايه، بدل ما اقعد اتبل شويه كمون على شويه ميه على شويه ليمون على شويه خل على شويه بهارات سمك واقلبهم مع بعض، وبعدين بدل ما احنا السمك بتاع المحلات بينزل ميه ودقيق وينزل تاني في الطاسه، فانا بطعم بس شويه الميه اللي بينزل فيهم السمك. الميه دي مهمه ليه بقى؟ مهمه لانه اي نسبه دقيق زياده بتنزل وما بتخليش الزيت طبعا يتغير، يعني انتوا عارفين بيحصل ترسيبات من الدقيق فورا، حتى لو بنقلي بصل وفيه متعفر بالدقيق بتلاقوه ساب ترسيبات، لازم يتنفض كويس ونصفيه كويس عشان ما يسيبش ترسيب في الزيت. وطبعا هحط كام شريحه ليمون برضو في الزيت تدي ريحه حلوه، وطبعا يفضل نقفل باب المطبخ ولو في شفاط يشتغل ونبقى قافلين على نفسنا عشان يتهوى، وبعدين اقول لكم تعملوا ايه بعد ما نقلي السمك بقى. تعالوا نقول بسم الله. هاخد كده شويه الدقيق، اسفة، الثوم، عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم. هحتاج شرايح ليمون بس حلوة كده نحطها مع قلي الزيت لما نيجي نقلي. ادي عصير الليمون وادي الثوم، وهناخد كمان معانا شوية من الخل، وهاخد قرن من الفلفل، خليني اخده كده ايه يا صغنونة هنا هحطه كده، وعندي كمان بهارات السمك، كمون، كزبرة، لو عايزين تحطوا هريسة حطوا، هسيب شوية لأن هطعم الدقيق، أنا الدقيق بالنسبة لي مهم إن أنا أطعمه بشوية من التتبيلة دي. هحتاج بهارات سمك تاني، هحتاج من بهارات السمك شويه كمان هنحطهم مع الدقيق، خليه دول كده على جنب. عندي هنا شويه شطه ممكن ناخد شويه صغيرين، وده اختياري او مكانها معلقه الهريسه لو حضراتكم تحبوا،
واسمحوا لي هدعم بنقطه صغنونه ميه عشان عايزه استفيد بايه؟ بشويه من الصوص ده. بسم الله. تمام، ناخد بقى الملح ورشه الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. تابعوني انتوا بس في الوقت عشان ايه ابقى معاكم. هنحط شويه ملح حلوين. خلاص، رشه فلفل صغيره. هحتاج بهارات سمك تاني وشرايح ليمون كده. بصوا، تعالوا بقى نضرب الخليط الحلو ده تاني. بسم الله. الريحه طبعا روعه. شويه خلطه ما شاء الله. تعالوا بقى هاخد كده بوله وهبدا اتبل السمك. بسم الله. او ممكن اخد الطبق ده، خليني اخد ده اتبل فيه السمكات الحلوين دول. بسم الله. هاخد كده شويه، هما سمكتين، وهسيب شويه، هسيب شويه. خلاص، السمك اول حاجه هحتاج بس البلانشا لو سمحت، او الكاتنج بورد. هناخد كده الطبق وتعالوا نعمل شريحتين كده في السمك عشان نخلي التتبيله تبقى داخله جواه حلو كالعاده اللي احنا بنعملها من زمان واهالينا بيعملوها زمان. تمام، اللي متعودين عليها يعني. خلاص، طيب هعمل كده كده وهنا. بسم الله كده، وهعمل الناحية دي برضو كده وهنا كده. والناحية التانية ممكن اعمل اتنين او اعمل واحدة بالطول، مش فارقة يعني، زي ما حضراتكم تحبوا، تدي شكل حلو كده. شايفين السمك لونه عامل ازاي؟ تمام، تسلم. ناخد التحية التانية وهشطفه برضو شطفة قبل ما احط له التتبيلة. بصوا اهو، هاخد كده عشان السكينة بس ايه مش حامية قوي اهو. تعالوا بقى اسمحوا لي هشطفه شطفة هنا. ونبدأ بقى نرجع عشان نتبله اهو. حطه بقى ونبدأ ناخد التتبيلة دي نحط هنا، وناخد من جوه كمان تتبيلة مهمة جدا، وعند الراس كمان اهو. ده لازم ياخد له على الأقل ساعة كده في التتبيلة الحلوة دي. خليها هنا عشان ايه؟ يبقى يطعم التتبيلة بشكل كويس جدا. هنا كمان، وهناخد في الأماكن اللي فيها اللحم اللي احنا عملنا فيها الحجم. السمكة مهم، بصوا الحجم ده حلو قوي، اللي هو الحجم الوسط اللي هو له صغير وله كبير قوي، عشان كمان لما يتحمر يبقى في البيت. هو طبعا ما بينزلش في فراير عندنا، ولا كميه الزيت بتبقى كبيره زي ما بيبقى في المطاعم، فاحنا عايزين نستفيد ان احنا ما نستهلكش زيت كتير. يبقى الزيت كمان طازه يعني فريش نظيف، يستوي كويس. فاحنا بنعمل الحجم اللي يتناسب مع البيت. عايزين بقى احجام كبيره، في اوقات بنبقى محتاجين ان احنا ننقع في التتبيله كويس قوي، ان التتبيله كل ما بتتخلخل في اللحم بتخليه شويه يطرى، فيساعد في انه يستوي. تعالوا بقى نبدا نعمل ايه. ادي السمك كده هسيبه، هاخد بقى التتبيله اللي اتبقت معايا شويه، اللي هو المفروض البوله اللي انا بجهزها انزل فيها السمكه وقت ما اجي قبل القلي.
فانا هحط فيها بس شويه التوابل دول، وده عشان ما اقعدش احط من كل حاجه تاني. يعني انا بحب اطعم الدقيق بشويه من النشا، شويه من الملح، شويه من الكزبره، شويه من الكاري، شويه من مثلا، والكاري ده اختياري، ممكن ما تحطوا شويه من الكمون، البهارات الاساسيه يعني. خلاص هاخد بقى هنا شويه ميه عشان ما اسيبش البواقي اللي في الخلاط دي، شويه ميه حلوين كده. هقفل ده كده، اخد الباقي اللي فيه ده خساره وهنزله. بسم الله. خلاص ممكن نزود ميه تاني زي ما انا عايزه، دي حاجه ترجع لي على حسب كميه السمك. بس كمان هزود شويه ملح هنا لان انا خفيت بالميه، فلازم الملح يتزود شويه. خلاص اهو، واسمحوا لي هحط هنا كمان رشه من بهارات السمك كده، نطعم الايه الميه دي. بسم الله، مهم قوي شويه الملح دول. هنقلب كده، شايفين ازاي الخلطه لما بتبقى ناعمه بتتخلخل قوي في السمك وبتدخل، بتبقى جميله، ما بيبقاش فيه بواقي جوه السمك. في ناس بتحب المحلات، بعض المحلات او المطاعم يعني بتحب انها تعمل الخلطه شويه في جواها بيتحشي جوه السمك. انا يعني ايه بقول، لو هي بسيطه شغال ماشي حالها، لكن لو هي هتبقى كتير هتبقى نيه مش هتستوي قوي. فخلينا ايه نخليها بيوري، بنضربها في الخلاط، احنا طول عمرنا بنضربها في الخلاط بتبقى اسهل، او الكبه يعني. طيب هاخد كده رشه من على الدقيق كمون، بهارات سمك عشان تبقى من بره، في ناس تحب القشره يبقى ليها طعم برضو، رشه من الكزبره والنشا اهو، هما معلقتين بالظبط كبار من النشا. هقلب وخليني احط رشه ملح برضو. اوكي هاخد كده، انا جهزت الدقيق، لازم الزيت يكون غزير، ولازم الزيت يكون ايه يعني بيسخن على نار متوسطه مش حاميه قوي، عشان لما ما هي دي البوله اللي فيها الميه اللي احنا اتفقنا عليها. وهنتكلم بقى عن النشا، النشا بيخليه كريسبي شويه ما بقاش دقيق، لان ساعات في ناس تعمله في الدقيق وتسيبه شويه، لو سبتوه شويه دي بيطرى زي ما بنعمل البانيه. البانيه لو احنا سبناه شويه وبتعملوه بدقيق بس مش ببقسماط بتلاقوه طري حتى لو بالبقسماط، فلازم نرجع نحطه مره ثانيه، مره ثانيه في الدقيق او في البقسماط، خصوصا لو بنفرزه في الفريزر وبيبدا ايه يطلع شبه مبلول سنه، فلازم ننزله تاني في بقسماط يبقى الطبقه ماسكه وجميله ومظبوطه. طيب انا كده خلطت كل الحاجات اللي حطيناها مع بعض في ايه للسمك. خليني بقى البس جلافز. بسم الله الرحمن الرحيم، ونوري حضراتكم هنعمل بيه ايه. هنا هجيب بقى طبق كده عشان احنا هنبدر فيه الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفه لطيفه، اعملوا فيها زي ما انتم عايزين. كل الفكره ان انا ما جبتش الميه دي، ممكن تبقى ميه بتلج حطوا فيها ميه ساقعه يعني. اهي ممكن تكتفوا بميه ساقعه تحطوا فيها شويه توابل، ملح وبهارات سمك وكمون وكزبره، بس انا طالما عندي انا دول سمكتين فاتبقى معايا في الايه في الخليط. هاخد كده بسم الله وهنزل هنا. بصوا بقى الدقيق اعمل كده، بدخل هنا حتى في الشق ده او في الخط اللي انا فتحته بتاع السمكه ده. خلاص وهاخد الناحيه الثانيه، شايفين ازاي، وبعدين هنا. وده اللي بنلاقيه في محلات السمك، ان انا دايما اشتري السمكه لو هو اللي قليه تلاقوا من هنا كده مقرمش، الحته دي ما فيهاش حاجه، شايفين ازاي اهو. بس هننفض بقى كويس قوي، لا ما ينشفش الحته دي اصلا، الجزء ده ما بيتاكلش، فما فيش مشكله ان انا احافظ على شكل السمكه طالما كده كده هو جزء. بص ده مش بيتاكل، انا باكل اللي جوه. انا عايز اعرف مين اللي بيقول لي كده، ده مونتي كده ولا ده ابراهيم؟ بصوا رشه كده بسيطه قوي.
خفيفة جدا. بصوا حاجة بسيطة بس المهم ايه انفط اهو. حلو الكلام. دول مش هسيبهم، هنزلهم هنا برضو. والله هنا ممكن كمان انقل دول هنا لان السمكة كبيرة عريضة محتاجة مكان واسع. اديهم هنا وتعالوا بقى. حلو الكلام. نبدأ نقلي. شوف بقى رشة من الدقيق كده لسه. هنعلي النار. ايوه نعلي النار كويس علشان، وبعدين الدقيق بقى اللي بيتبقى معانا ده ما برميهوش، انا هنخله وهيتبقى لي دقيق تمام الطعم، هشيله في كيس هحطه في الفريزر وهكتب عليه او في الثلاجه وهكتب عليه ان ده دقيق خاص بالسمك او في دولاب المطبخ، بس ما بيقعدش فتره طويله عشان ما يعملش سوس، لانه اتبل ونزل فيه نزلت فيه الفراخ او نزلت فيه اللحم، والدقيق يعامل معامله مختلفه عن البقسماط لانه بيشرب الرطوبه بسرعه قوي. هنخلي بالنا بس من الجزئيه دي عشان ايه ما نقعدوش فتره طويله نطلع نقول ايه ده شارب ميه ده مبلول. تمام. طيب عقبال بقى ما نسخن هنا ممكن نسخن العين الثانيه معاها. ايوه نسخن كويس ونعمل تجربه الايه الدقيق. خلاص انا ممكن قبل ما استعد للقلي هنستسمح حضراتكم في استراحه، نرجع بعد الاستراحه نقلي مع بعض ونشوف شكل السمك ازاي. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي هنبدا الشوط الثاني. عملنا ايه في الاولاني؟ عملنا تتبيله لطيفه بسيطه، التتبيله التقليديه اللي حضراتكم بتحبوها للسمك البلطي. فكره ان احنا بس قلنا يعني نجيب السمك الطازه ازاي، السمك نفتحه بس فتحتين عشان التتبيله تدخل كويس، لو حجمه صغير ما بيبقاش محتاجين بس المهم يقعد في التتبيله على الاقل ساعه. انا حطيت سمكه سمكه لان الطاسه هنا مش هتساعدني انها تاخد الاثنين، فانا عايزاها كمان تتحمر كويس ما يقعدوش يخبطوا في بعض. بصوا بقى هنا الجزء اللي بقوله لحضراتكم اللي هو بيبقى فيه نسبه الدقيق، انا نزلت في الميه بس بصوا انا ضفت هنا، الله تسلم ايديكم، ضفت هنا في الميه بتاعتي اللي انا حطيتها تلج، حطيت تلج مكعبات تلج زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. دي بواقي التتبيله يعني شويه من التتبيله حطيت عليه شويه ميه وشويه ملح وزودت شويه بهارات سمك وشويه كمون والدنيا بقت جميل. هنا بقى بصوا المكان بدا ايه، هنا السمكه بصوا جوه تتحمر كده بتطلع تحميرتها حلوه وجميله من هنا كده. حطيت بس كام واحده ليمون عشان الريحه بتاعه السمك ما تبقاش قويه قوي، شويه بيساعد على انه ريحه الزيت ما تبقاش قويه فيها قلي السمك القوي يعني. تمام بصوا اهو شايفين بتتقلي ازاي من هنا اهو. تعالوا بقى نبدا في وصفه تانية لطيفه جدا طلبت مننا، ودي بنعملها عشان خاطر مدام منال طلبتها مننا، بس انا النهارده مدام منال احنا هنعملها بالسبيط عشان احنا ما لقيناش الكاليماري البلدي لإقماع، يعني مره تانية ان شاء الله نعمله، لان نعمله لك على الطريقه بقى السويسيه على طريقه السويسه عشان بيعملوه طريقه حلوه قوي برده جميله جدا، وبيبقى من ضمن الاكلات الرائعه، وبيسووا كمان معاه الرز بالخلطه الحلو ده وبيقدموه عليه. تعالوا كده نقول مقادير الوصفه بتاعتنا. هنحشي سبيط بحشوه لطيفه، نقول بسم الله ونقول المقادير بتاعتنا. عندي سبيط او كاليماري محشي، هي الوصفه دي تنفع للاثنين بس انا النوع اللي عندي النهارده سبيط. طيب عندي من الكاليماري لو احنا هنجيب الصغير هتجيبوا منه كيلو او 2 كيلو على حسب ما حضراتكم حابين، انا جبت ربع كيلو من الجمبري ان هحطه من ضمن الحشوه، تقدروا تحشوه برز وخضره ومتبلات بس. عندي كوبايتين ونص رز، بقدونس، كزبره، بصله مفرومه، 3 كوب من عصير الطماطم، ثوم مفروم، كمون وكزبره، ممكن رشه كاري، ملح وفلفل اسود وملح. طبعا تعالوا بقى هنا عندي لو كان الكاليماري الصغير الإقماع البلدي لازم يكون فريش. حلو، لو هو كان الصغير البلدي مش هحتاج اسلقه، ممكن يتسلق في بعض الاوقات بس يعني هنديله تشويحه على النار لان احنا بنسوي جزء كبير من الخلطه دي، بس انا بما انه هو التخين والصبيط تخين شويه وسميك فانا هسلقه هديله سلقه عشان ايه اطريه، وبرده مش هطول فيها
الفرق بسيط بين الصبيط والكاليماري. الكاليماري شكله عامل زي القرطاس كده ولونه وردي ورقيق شويه مش تخين، عشان كده بنعرف نحشيه. بصوا السمكه، انما الصبيط لونه ابيض زي ما حضراتكم شايفينه وله سلسله من العظم جواه لازم نشيلها، بتتجفف وبيعملوها اكل العصافير. عارفينه هي مصدر غني بالكالسيوم على فكره، بياخدوها الاكل العصافير، بتبقى جوه هنا بنشيلها تبقى عامله زي حاجه شفافه بيضه كده بس ناشفه شويه. فده الفرق بين الاثنين، يعني الكاليماري الصغير البلدي الرفيع لونه الرقيق، عشان كده بقول لحضرتك ممكن ما يحتاجش التسويه في السلق لو احنا مسويين الخلطه نص تسويه وهنحطها، بنكتفي بس نشوحها ونعمل له صوص طماطم ويدخل الفرن، ياخد له بتاع 10 دقائق في الفرن و10 دقائق بره كده تمام قوي استوى، عشان ما نضغطش عليه عشان ما يمطش ويبقى مش لطيف. بصوا السمكه ما شاء الله اهي قدام حضراتكم، هوريكم الثانيه وانا بحطها، بس ايه خلينا الاول هاخد شويه الجمبري دول هفرمهم بايدي كده، انا هشيل الدقيق ده لان مش هحتاجه اكيد ان شاء الله باذن الله. واسمحوا لي هرفع كده بدي شويه الكام ليمونه اللي خدوا اللون دول مش عايزاهم، وهحط غيرهم علشان ايه يبقى الدنيا جميله. خلاص بصوا الزيت مش مرصب، وهوريكم مش مرصب ليه برضه، وخلوا الزيت ده اهو كده. هبص بصه بس كده مع حضراتكم في السمك بقي لها هسه اهو. بصوا بصوا الجزء اللي احنا قلنا عليه قرمش وبقى جميل ازاي اهو، وما احلى السمك اللي في البيت ده. طيب هاخد كده شويه الجمبري دول، وهاخد كده الكاتنج بورد هنا بسم الله، هفرم شويه وانا مش هسوي الجمبري ولا حاجه. ليه مش هسويه؟ انا هحطه في ضمن الخلطه عشان هو هيتسلق، مش عايزه اديه سوى زياده. بصوا كده احنا بس بندعمه معانا عشان واحنا بنحشي تبقى الدنيا جميله. مفروم شويه بيبقى حلو مع الخلطه دي قوي بصراحه، تحسوا كده انها خلطه جميله. وفي ناس بتحب تضربه في الكبه تنعمه كله ويرملوا الكاليماري ده يحطوه في ايه بالقمع بتاع الكريم شانتيه، بيحبوه كده زي المعجون برده ده لطيف، لكن انا بحبه حشو حشو ظاهر، بحب احس الحشو فيه كده. تعالوا بقى نقول فوائده، فوائده كتير جدا عايزه اقول لكم. اولا هو حلو جدا للناس اللي عندها فقر دم، وكويس للعضلات وللمفاصل الهشاشه كويس جدا، وبيحمي الجسم من الالتهابات. عايزه اقول لكم صحه الاسنان واللثه مهم ليها حاجات كتير، وناس كتير بتقول انه بيقي من السكته الدماغيه، يعني سبحان الله. كمان مفيد قوي للجهاز العصبي بسم الله، وبيحمي من الزهايمر. تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم في كمية فيتامينز وحلوة قوي للأوعية الدموية ولصحة القلب مهم جدا. تعالوا كده بقى ناخد السمكة، بصوا أنا هعمل إيه، شايفين السمكة نزلت هنا أهو أهو، بس خلاص أبعد بس عشان البلوزة ما تطلعش عليها زيت. هاخد كده نرفع بقى ده وناخد ده كمان ونوديه هناك، وشايفين الزيت بالراحه شويه شويه كده، شايفين الجمال. تعالوا بقى انا هنا انضف بس الجزء ده، هاخد ايه بعد ما قطعنا الجمبري الحلو ده هاخده كده نحطه بقى مع الخلطه. نجيب بوله بقى، بوله جميله كده فاضيه نظيفه، ونبدا ايه ناخد البوله دي ونبدا نعمل فيها الخلطه بسم الله. ادي الخلطه، هاخد الاول بصل وثوم على النار هنا
خليني احط دي هنا. بسم الله. واحط هنا الطاسه دي. هنشوح بقى في شويه من الزيت. عندي البصل والثوم. ان شاء الله حضرتك تعمليها يا مدام منال وتعجب حضرتك جدا. حط البصل ومعاه الثوم وخليني طبعا ممكن ننصنص البهارات. دايما بحب البهارات حتى في المحشي احط جزء مع الخلطه وجزء بعد ما اقفل، يعني بعد ما يبقى الخضره اتحطت فريش احط بقيه الجزء الثاني، بتدي كده طعم وريحه رائعه. اهو من التوابل بقى بتاعتنا الرائعه دي، كزبره، كمون، بهارات، سمك كمون اهو. شايفين ازاي؟ نشوح بقى كل ده مع البصله بتطعم بيها زي ما بنعمل صينيه بطاطس، بنعمل اي حاجه لازم ندعم البصله دي مع الخضار. البصله دي وانس انها اخذت الطعم هتلاقوها طعمها رائع في الاكل، وهي بقى كل ما الاكل يبدا ياخد من بعضه تبقى بتدي هي بقى كل التوابل دي، كمان التوابل ريحتها بتطلع بتتشوح كده وبتتحمص تخلي كده ريحتها وجمالها يظهر في الوصفه. كل الهنود باكستانيين، معظم الناس اللي بتحب التوابل الكتيره الغنيه، يعني البلاد دي الدول دي لازم تحمص البهارات والتوابل والحاجات الحلوه، حتى في المخللات اجار الليمون اجار المانجا الحاجات دي لازم يدوها التحميصه يطلعوا ريحتها وجمالها كده. بصوا هناخد كده، انا مش هحط الجمبري الا في الاخر خالص، انا مش عايزاه يأستك معايا. تعالوا بقى ناخد هنا شويه من الرز، تقلي دول كفايه، هنقلب كده شويه الرز دول. مش هحط الخضره الا في الاخر خالص، انا مش عايزه الخضره تستوي، انا عايزه احس طعمها. هاخد شويه من عصير الطماطم. بسم الله. تعالوا نقلب كده الرز، ما تنسوش طبعا الملح والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بضغطها بس لقيتها طالعه لفوق كده واخده حقها قوي. طيب نقلب تقليبه حلوه، طبعا مش هسيبه من غير سوائل. لو عندي بقى شوربه مرق جمبري، مكعب مرق، شوربه سمك، عظم سمك، هسقي شويه. هاخد كده شويه صغيرين. بسم الله. هديله بس نص ايه تشويحه في شويه المرق او المايه دول بس، وبعدين هبدا احط عليه بقيه الحاجه لانه هيتسلق، فانا مش هسويه جامد ولا نص تسويه، يا دوب حبه صغيرين بس. تعالوا بقى هنا حط شويه الحاجات الحلوه بقى اللي باقيه، بقيه البهارات والحاجات اللي نصنصناها، حطينا جزء منها وما حطيناهاش كلها. اهو اهو كده، ونقلب كده تقليبه حلوه. شايفين ازاي المرق هنا؟ عندي بوكلي جارني، حاطه فيه جزرايه، عود كرفس، بصلايه، ورق لورا، الحاجات الحلوه اللي حضراتكم شايفينها دي في المرق. بصوا كده، شيل بس دول هنا المطبخ كده. شايفين ازاي؟ ايوه اهي معانا. هنبدا بقى نعمل ايه؟ هنبدا نحشي وبعدين هنحطها فيه. انا مشغله النار عليها بالراحه، حاطه فيها ورق لورا، حاطه فيها الحاجات اللي هي منكهات جميله كده. خلاص وهنا بقلب كده شويه شويه. بصوا شويه شويه
اهو، الريحه طبعا روعه. هاخد كده بوله كبيره، بسم الله، هجهزها هنا اهي. انا عندي واحده جاهزه تمام، هحط فيها الجمبري بسم الله اللي احنا قطعناه، اللي انا عايزه اضيفه هنا، وهاخد الخليط ده. يلا بينا شوفوا نشف ازاي اهو، هنحطه بقى في البوله. يلا نروح هناك، بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد كده اللي هيتبقى ده، تقدروا الرز الزياده ده تسووه عادي، رز عادي زي ما بنعمل كنا زمان في خلطه المحشي. هقلب مع الجمبري، وهاخد الخضره، كل انواع الخضره الحلوه اللي عندي، بقدونس وكزبره، ولو في شبت هنحط كمان، وهنقلب تقليبه حلوه كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شوية زيت زيتون، شايفين اهو، رشة ملح بسيطة. شايفين خلطة جميلة ازاي، فيها جمبري وفيها كل حاجة. تعالوا بقى نقفل كده نحشي بقى، يلا بينا ونشوف بقى. هنا كمان السمكية خلاص تمام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أهي، شايفين السمكة مقرمشة ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال، بنأكد بس. هنقدمها دلوقتي على طبق فيه ايه، شويه حاجات. خليني بس انا بما ان عندي شبت بقى، لازم الشبت ده شويه كمان حلوين كده، الشبت لازم مع الاسماك، شويه شبت مع الخلطه دي بقى، الله اكبر يعني ما شاء الله، يعني هتستمتعوا بيها. دي طريقه، وهناخد من روح الايه حبايبنا في السويس برضو حاجه كده ان شاء الله، ايه تطلع الوصفه يعني على ذوقهم. طيب هاخد كده بقى بسم الله الكلمات السبيط، نحطه هنا وتعالوا بسم الله نبدا نحشي مع بعض. لو الخلطه سخنه هحشي بمعلقه مفيش مشكله خالص، وهقفل بالتو سبيك او بالخلل السنان اهي، خلي واحدتين ثلاثه كده جنبنا. يلا بينا بسم الله، ناخد الكبيره الحلوه دي، ما بنحشيش جامد قوي يا جماعه، خلوه برضو ايه مرحرح كده زي الممبار لانه هينفش، وايه عشان اكبسه يعني. بسم الله شايفين ازاي اهو، خلاص حلو الكلام. حته الجمبري دي بس كده اهو، نحشي الاول وبعدين نقفل اهو. دي محتاجه معلقه صغيره، اوكي يا حبيبي بسم الله، ان شاء الله مدام منال تجربيها وتقولي لنا رايك، بس ان شاء الله تلاقي الكاليماري كمان البلدي لانه هيعمل كميه حلوه. بصوا الجمبري اهو، خلاص زي ما شايفين ما بكترش اهو، طبعا ده بيطلع بيتقطع شرايح كده بيبقى روعه، شوفوه دلوقتي بسم الله بسم الله اهو. في حشوات كتير، بس طبعا لما بيبقى كده للناس المحبه للرز والخلطه والحاجات الحلوه دي بيبقى رائع. شايفين ازاي اهو، شايفينه الله، نجيبه بقى هو مقطوع كده من فوق مقسوم، يا سلام. لو اتبقى خلطه شيلوها في الفريزر ما تستغنوش عنها، ما يجرالهاش حاجه، ولو عايزين تسووها وتعملوها رز وتقدموها تحته ما يجراش برضو حاجه. اهو بصوا كده، بقفل كده بالخله، وهنزله فين في البوكيه جارنيه اللي اتفقنا عليه،
عشان حضراتكم ايه تشوفوا. بسم الله. 10 دقايق بس وبعدين نطلعه. هنديله بقى تسويه ثانيه كده مع شويه صوص مع شويه ثوم. هحتاج فصين ثوم كمان متظبطين، ممكن تدوهم لي وانا اعملهم يا اولاد. بسم الله. ثانيه واحده عشان دي بس طريه، الخشبه بتاعتها ضعيفه. بسم الله. هحط كده وهقفل كده. بسم الله. اهي هاخد تاني واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل سنة منها بس اهو، ونعمل كده ونقفل هنا. يلا بينا. بسم الله. نشيل بقى دول ونقيه وننظف هنا. شايفين الجمال هينزل في البوكيه جرنيه 10 دقايق. بصوا بيقفل على نفسه، ياخد بس عشان جلده تخين. احنا اتفقنا ان ده صبيط وليس كاليماري. كاليماري بيبقى لحمه خفيف بيتحرك. طب يا بيجري ازاي؟ ده بيجري يا لينا. حطيته لتحت الحوض. طيب بصوا بقى، تعالوا نعمل شويه، احنا معانا وقت قد ايه حبايب؟ نلحق نعمل فيهم شويه سلطه الطحينه حلوه ولا ايه؟ عايزين مني ايه يعني؟ حضرتك بتقولي كده فندم، يعني المفروض انا اعمل ايه فندم؟ قرار لمين سيادتك؟ قوي ماشي ماشي. طيب خلاص انا هستسمح حضراتكم، هنطلع استراحه، هنرجع نعمل سلطه الطحينه جميله. اهم حاجه استخدمه فيها ميه سخنه، انا بسخن شويه ميه ليها وهرص السمكات بتاعتي دي. وتعالوا نجرب سلطة الطحينة ونشوف، هنعمل وصفة حلو بس هتعتمدوها إن شاء الله بعد كده بإذن الله. اسمحوا لنا نطلع استراحة ونرجع بعد استراحة نستكمل فقراتنا. ورجعنا مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي هنبدأ نعمل سلطة الطحينة لطيفة. احنا هنشيل بقى نصفي بالظبط كده الصبيط، هنسيبه شوية هنا نصفيه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا هنا هنديله بقى تشويحه تانيه كده في صوص وصلصه وتوم كده وشويه حاجات لطيفه، وممكن كمان يدخل الفرن. بصوا هسيبه بقى كده شويه قدام حضراتكم، وتعالوا نبدا في سلطه الطحينه. مقاديرها بسيطه، بالذات للسمك بضيف فيها توم، لو هي لغير السمك مش هنضيف فيها توم خالص. خلاص تبقى نفس الحاجات بس التوم مش بنحطه مش بنضيفه. الناس اللي بتتضايق من التوم او مش عايزين يعني طعمه، حضراتكم ممكن تحطوه بعدين تصفوها بعد ما تخلصوها، بس تستفيدوا من فوائد التوم الفريش ان بجد مفيده جدا. لو مش حابين خلاص، يعني لو مش بتحبوه خالص او بيتعبكم بيتعب معدتكم خلاص. تعالوا بقى عندنا نص كوبايه من الطحينه، هنحط كده نص كوبايه. دي طحينه خام على فكره، معموله احنا يعني معموله عندنا احنا اللي عاملينها، يعني معموله في البيت من الاخر يعني. اهي شايفين ازاي كده. وعندي شويه من الكمون، عصير ليمون، هحط فص ثوم بس واحد صغنن، شويه نونه قوي كده بس كده، ورشه ملح. شويه خل، معلقه كبيره او معلقتين، وميه دافيه. وتعالوا بقى نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الميه الدافيه بتساعد تحل على طول ازاي، ما تقعدش بقى تتعبنا في الميه الساقعه. شايفين ازاي تفتح. القوام ده لو عاجب حضراتكم خلينا نشوفه كده بالمعلقه، قولوا لي القوام ده ايه. ولا نخف، حلو ده. دوق بقى. الله اكبر. لا والله مش عشان كده، تعالى انت دوق قول. بيقولي عشان انت اللي عاملاها، اقول لهم ايه؟ طيب ربنا يخليك يا رب.
كده تمام. بس كده خلصت الطحينة. ممكن بقى نحط لها نقطة ايه، شطة خفيفة تدي تيست كده مع السمك. بسم الله اهو، ونقلب. تعالوا بقى نقدم في طبق جميل كده. بسم الله. بس حط رشة كمون كمان، رشة صغننة قوي عشان نبقى بس ايه التوابل دي بقى لما تسقع دوقوا بقى طعم جميل. قوامها كمان في السقعية بتسقع، عشان بس شوفوا المية سخنة في ثانية، في ثانية عملت ازاي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي سلطة الطحينة، نحط عليها شوية شطة. عايز كمون؟ كان هنا جنبي اهو. بسم الله. حلو كده عشان ما تزعلش. بس حط بس ايه رشة زيت حلوة كده. يلا هو ده كامل. ادي الاخضر، زيت زيتون، مفيش احلى من كده، احلى ده. يلا بسم الله، شيل بقى الطبق القمر ده ونروح هنا. ممكن يبقى هنا. اوكي، وتعالوا بقى نعمل تشويحة بسيطة للايه، للصبيط. ناخد كده معلقة زيت. حاضر كده، نوسع بقى هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ون ايه نوري حضراتكم كده هنا. وتعالوا بقى ايه ننزل الثوم ده، رشة كمون خفيفة، رشة ملح، والصلصة. كده وناخد رشة ملح بسيطة، رشة فلفل. لا 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 ما بنعملش كده، هي مش طشة. لا 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 مفيش طش، كده بسيط شطة يساعد في الحرق. الناس اللي ايه ممكن تكون بتحبها. نزل بقى القمر ده. شايفين؟ ممكن بقى ادخله الفرن في طبق ياخد بس لون تحت الشواية. انا مش عايزة منه اكتر من 5 دقايق. تعالوا بقى نعمل كده. هو ده كبير عليه، ممكن ناخد الصغير. خلينا اهو الصغير اجمل عشان يكمرهم كده جنب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلها بقى الفرن 5 دقايق كده على الوش، تاخد بس اللون الحلو ده. 7 دقايق، 5 دقايق، شايفين الجمال؟ و كده عملنا الطحينه. وطبعا افضل حضراتكم تعملوها خام. وعايزه اقول لكم حاجه، لما الطحينه بترص بزيت ده شيء طبيعي، ده عادي. حتى لما بنشتريها احنا من السرجه او بنجيبها مثلا من اماكن، وحتى لو جبناها علب بتاعه شركات طبيعي بيعدي عليها وقت وبترسب، لان هي اوريدي متضاف لها نسبه زيت، فده عادي. يا اما هتتخلصوا من نسبه الزيت يا اما هتقلبوها بيها تاني. وهتلاقوا على فكره الشوكولاتات القابله للدهن فيها نفس المشكله، هنقلبها كلها تاني ونرجعها جديده مفيش فيها اي مشكله.
فدي يعني شيء طبيعي ما تقلقوش منها خالص، ومش لوها في مكان كويس يفضل في التلاجة، انا مشيلها في التلاجة وبتستخدم. اهم حاجة تعملوا بيها الطحينة هي المية السخنة مع التقليب. شوفوا ما خدتش دقيقتين بالظبط خلصناها. النهارده عملنا السمك المقلي بطريقه جميله مقرمشه على البيت، لانه في بنوتات بعتوا لنا اول مره يجربوه نفسهم يعملوه في البيت. اتمنى يا رب الطريقه دي تكون بسيطه وسهله، وهي نفس المكونات اللي متعودين عليها من ايام جدتي، مفيش حاجه اضافت غير بس التكنيك نخلي بالنا من حاجات معينه. كنا زمان ما بنحطش نشا، دلوقتي بقينا نحط شويه نشا عشان تساعد الفريم انه يتغلف صح، وده علشان ما نستهلكش كميه زيت كبيره زي المحلات، لانه بينزل في فراير كبير فيه كميه 20 كيلو زيت وما اكتر يعني، فاحنا مش هنقدر نعمل ده في البيت. حطوا شرايح الليمون بتعزز من الريحه، شطفه الميه اللي بتلج دي مع شويه التتبيله اللي اتبقوا بتخلي السمكه تنضف كل دي زياده، فبتنزل في الزيت ما يتراكمش فيه اي رواسب من الدقيق. عملنا الصبيت النهارده بطريقه لطيفه عشان خاطر مدام منار، اتمنى يا رب الوصفه تنول اعجاب حضرتك تجربيها وتعجبك. وعملنا حاجة تقدري تستخدمي زي ما اتفقنا الكاليماري، النهارده عملتها معلش بالصبيط عشان خاطر احنا ما لقيناش الكاليماري البلدي الصغير لإماع. حضرتك ان شاء الله متوفر اكيد وهتلاقيه باذن الله، واتمنى يا رب ان وصلت نول اعجاب حضرتكم.